من المتابعة ينضم إلينا محافظ ديالى السابق الدكتور عمر عزيز. نرحب بك دكتور عمر. جرائم الميليشيات تستمر في المحافظة خاصة في بيوت الله، هل ما يقال بأن هذه الجرائم تأتي في سياق التطهير الطائفي؟ هل هذا الوصف دقيق في رأيك أم في ذلك مبالغة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي الكريم ولكل مشاهدي قناة الفلوجة. يعني المتتبع لما يحصل في محافظة ديالى عبر هذه السنوات التي مضت من محاولة التغيير الديموغرافي الكبير الذي حصل في أغلب مناطق المحافظة، أغلب الأقضية، يعني لم يترك قضاء من أقضية محافظة ديالى إلا وشمل هذا التغيير من خلال هدم المنازل وحرق المنازل، ومن خلال أيضا الهاونات التي تلقى بين فترة أخرى على أغلب هذه القرى المحيطة بهذه الأقضية وفي داخل هذه الأقضية وداخل هذه النواحي. الأمر أيضا شمل أكثر من 12 مجزرة حصلت داخل المساجد محافظة ديالى. نعم، بالتالي هنالك طمس للكثير من مساجد محافظة ديالى، أكثر من 300 مسجد تم تدميره وحرقه بشكل كامل في محافظة ديالى. إذا تكلمنا عن مناطق الوقف تحديدا، أكثر من 10 مساجد تم هدمها بشكل كامل. أغلب هذه القرى تركت قراها وتركت المساجد. بعض المساجد الغريب، مثلا جامع محمد رسول الله، منذ أشهر يقال أن فيه عبوة ناسفة وأغلق المسجد ولا يسمح له ولا يسمح لأحد بالصلاة فيه. نعم، علما أن هنالك يعني فرق لمعالجة العبوات إلا إذا أريد لهذا المسجد أن يغلق ولا يصلى فيه. بالتالي محافظة ديالى اليوم تمر بمنزلق خطير فيما يتعلق بالتعايش السلمي أو السلم الاجتماعي في محافظة ديالى. هنالك إذا ما كان يدري الساسة في بغداد عليهم أن يعلموا. طب الحديث عن الساسة في بغداد دكتور عمر، وهناك انتقادات كبيرة للصمت السياسي من قبل الحكومة، هل ما يجري من جرائم هو نتيجة عجز، أو هذا الصمت الحكومي هو نتيجة عجز حكومي؟ الحكومة لا حول لها ولا قوة أمام الميليشيات وقوة الميليشيات على الأرض، أم هي حكومة شريكة في هذه الجرائم؟ يعني المتتبع لما يحصل الآن على الساحة العراقية، مثلا فيما يحصل في طوز فرمات. طوز فرمات الآن فيها مثلا 20 قتيل أو راح ضحية الاشتباكات التي حصلت ما بين الحشد وبين القوات الكردية، يعني وقامت القيامة وأصبحت قضية طوز فرمات قضية رأي عام في العراق. ولكن المشكلة عندما تحصل 12 مجزرة في ديالى لا يتكلم عن هذه المجازر. عندما نقول أن هنالك أكثر من 27 ألف مخطوف في ديالى لا يعرف مصيرهم إلى الآن، هذه ليست قضية رأي عام. عندما نقول أن هنالك 78 ألف قتيل في ديالى، هذه ليست قضية رأي عام. عندما نقول أن يوميا العشرات من عمليات الخطف والقتل التي تحصل لأهل السنة تحديدا في ديالى أمام مرأة ومسمع الأجهزة الأمنية، هذه ليست قضية رأي عام. أنا الحكومة الآن لا تريد أن تسمع لما يجري في محافظة ديالى، على اعتبار أن هنالك من يمسك بالملف الأمني وعليه اليوم أن يتحمل مسؤولية ما يجري في محافظة ديالى. بكل باتفاق جميع الكتل في التحالف الوطني اليوم الملف الأمني في ديالى بيد بدر. على بدر اليوم أن تخرج لتضع الحلول لما يجري من جرائم إبادة جماعية تحصل في محافظة ديالى. على السياسيين اليوم أن يدولوا قضية ديالى أمام الرأي العام العالمي. على المرجعية في النجف اليوم ونحن ننظر لها بكل احترام وتقدير. نعم. وأنا طلبت في أكثر من مرة على معتمد المرجعية في النجف أن يخرج بخطبة كما فعل السيد مقتدى الصدر بأنه أوقف سرايا السلام وعاقب من المسيء فيها. نعم. أن تخرج المرجعية لتحل جميع الميليشيات في محافظة ديالى وتوقف عملها. شكرا جزيلا لك محافظ ديالى السابق الدكتور عمر عزيز.